إخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك الرواه الإخوان. الحمد لله المنطقة ديالنا هنايا الأطلس أزرو تيم حضيت تاع الموس، الحمد لله الشتا تبارك الله رواه، الحمد لله اللهم بارك. افتتاحية الإخوان من سوق السبت أكلموس تبارك الله بتاريخ 3/12/2022 بعد غياب طويل، حنا حاضرين هنايا السوق الإخوان. كما تتشوفوا راه مغيس، كسيبة قليلة خروف قليل، اللهم يسر. بالنسبة للناس اللي شافوا معنا هذا الفلوق الإخوان، مينساوش يتابوناو معنا في القناة إن شاء الله. الإخوان الجديد راه كاين أثمنة ديال الخروف، خروفة ونعجة، اللهم يسر تبارك الله. هذه راه تبعت تبارك الله على الصباح، هذه بالنسبة للتمام ما عرفناش علاش تبعت. موعدنا الإخوان إن شاء الله تتمة ديال الفيديو، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. حنا متواجدين في وسط السوق هنايا، إذا إن شاء الله تشرق الشميشة وغادي نوفيكم افتتاحية الإخوان، اللهم بارك.